هنعمل مع بعض وصفة كلها نكهات، فيها نكهات كتير قوي، وهي هنعملها النهاردة بكفتة الفراخ. تقدروا انتوا تعملوها زي ما انتوا عايزين، بكفتة لحمة او حتى بحتت لحمة، كله شغال. احنا هنعمل النهاردة كرات الدجاج بالخضار، علشان نعملها عايزين حسب عدد افراد الاسرة نص كيلو او كيلو من الدجاج المفروم، واحد بطاطس، واحد بتنجان، واحد كوسة، اتنين طماطم، واحد بصل، اتنين فص ثوم، واحد عود قرفة، اتنين ورق لورا، وعايزين اتنين حبة لومي، واحد معلقة صغيرة بهارات، واحد مكعب مرق، ملح وفلفل، معلقتين كبار بقدونس، معلقة كبيرة زبدة، ومعلقة كبيرة من الزيت. طيب انا حطيت دلوقتي هنا معلقة زيت على النار، هحط معاهم معلقة زبدة. هنا بقى بدل ما نقعد نعمل الفراخ بتاعتنا، هقول لكم ببساطة جدا عملناها ازاي. الفراخ مفرومة اهي، شوية ملح وفلفل وعملناها كور زي ما انتوا شايفين كده، شوية ملح وفلفل وعملناها كور اهي. اول حاجة هنعملها هناخد الفراخ بتاعتنا دي وهنحمرها في الزبدة والزيت اللي عندنا. هي كمية كبيرة ما شاء الله، خلينا ناخد شوية اقل، يعني مش هاخدها كلها لانها كتير ما شاء الله. بشيلها بقى زي ما هي كده في الفريزر لاي طبخة تانية بنقدر نعملها بكفتة الفراخ. يعني احنا نص كيلو للوصفة دي كويس قوي. خلاص، ودول هنشيلهم لطبخة تانية. نقلب بقى دول شوية كده على النار. عندنا هنا كمان البطاطس، عندنا بصل، بتنجان، كوسة. اللي مدي بقى نكهات كتير للموضوع ده هو اللومي والعود القرفة وال مكعب المرق، هم دول البهارات طبعا، دول اللي هيدوا نكهه كده مميزه للاكله بتاعتنا. بس لما احس ان تحت كده اتقفلت المسام بتاعه الكفته عندنا، بنقدر ان احنا نقلبها. قبل كده بفضل لا طبعا، علشان ما تتهريش مننا. هنحط بقى دلوقتي البصلة اللي عندنا، بحب انا دايما البصل كده ياخد بس البصلة اللي هحطها معاه، وبعدين هننقل بقى الكلام ده كله على طبق الفرن. بس انا بحب البصلة، البصلة بالذات بحبها تتحمر كده علشان تطلع نكهتها كده وتبقى لذيذة. هنحطها بقى كده هنا. خلاص كده تمام. هنجيب بقى الطبق بتاعنا اللي هنحطه في الفرن. هناخد دلوقتي الطبق بتاعنا، هنحط فيه بقى كل الحاجات اللي احنا هنستعملها في الأكلة بتاعتنا. هنحط الطماطم، هنحط الكوسة، بتنجان، بطاطس، الثوم هحطه هنا على النار برضو معاهم شوية كده تقليبتين.
هنحط بقى البهارات، ملح، شوية فلفل، هنحط شوية بقدونس، وهنحط ورق لورا وعود، عودين قرفة تقريبا وورق لورا، وهنحط اللومي. احنا اللومي بس مخرمينه بالسكينة طبعا علشان يدي نكهة، تطلع النكهات بتاعته اكتر. يعني عندنا هنا مكعب المرق، خلينا نحطه كده هنا احسن علشان نقدر ندوبه قبل ما نحطه عليهم. هحطه كده هنا، وهجيب بقى شوية مية عشان بس ندوب مكعب المرق قبل ما نحطه على كده. خلاص تمام. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ ناخد بقى قطع الفراخ بتاعتنا ونحطها كده هنا، تمام كده. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هناخد الكفته بتاعتنا، هنغطي الطبق ده كله عندنا بالفويل، وهدخله على الفرن على درجه حراره 180، يعني بخليها 200 احسن، على درجه حراره 200، بيقعد تقريبا 45 دقيقه. كل شويه خلينا نبص كده على الميه اخبارها ايه. يبقى انا دلوقتي هغطيه بالفويل وهحطه في الفرن على درجه حراره 200 لمده ساعه الا ربع عشان الخضار يكون استوى.